الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شرح الجوهرة وصلنا للبيت: فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. هذا الكلام بيرجع للإنسان، للعبد، مو لرب العالمين سبحانه وتعالى. فليس مجبورا ولا اختيارا، نحن ما لنا مجبورين على شيء. انت بتختار اللي بدك اياه. ذاك اليوم عم اتكلم بهيك مواضيع، بعثوا لي على التواصل الاجتماعي انه لا، نحن مجبورين. مجبور على شو؟ هلا اللي بده بيجي على الجامع، اللي بده بيروح على القهوه. لا هذا في مين شعطوا من شعراته على الجامع، ولا هذاك في مين سحبوا على القهوه، بجوز يسحبوا رفقاته. اي نعم، شياطين الانس. بجوز يقولوا له تعال على القهوه، تعال على كذا، شو بدك بالجامع؟ ناقصك هالسلبي يعني؟ اي نعم، تقعد مع هالجدبان بهالجوامع، شو في هالجوامع؟ ايه يعني اولاد ادم شلون ترتيبهم، شلون حياتهم؟ لانه عشت بيناتهم انا، بعرف شلون اسلوبهم بالحديث. اي نعم، يعني اسلوبهم بالحديث هيك كان. يعني امشي يا زلمه، شوفها فكنا منها، صرت كفتارو هلا، هم بصير صلي. اي نعم، شو اتفرج عليه، صار الشيخ احمد كفتارو. اي نعم، مشان الواحد يحس حاله انه شلون، يعني انه بخعوه، انه صغير، انه ما راح اصير انا مثل المشايخ هذول، يلا امشوا على القهوه. اي نعم، فسبحان الله، الإنسان بيختار حياته. لكن شلون بده يتحاسب إذا مجبور؟ هلا في قلنا لكم في فئة من المسلمين اسمهم الجبرية، هذول بيعتقدوا إنه إحنا مجبورين على كل شيء. إي نعم، ودليلهم على إنه الإنسان إي نعم هو بطن أمه يكتب عليه شقي أم سعيد. فطالما هو بطن أمه كتبوا عليه شقي أم سعيد، معناته عم ينفذ كتيبة رب العالمين سبحانه وتعالى. مشايخنا وعلمائنا أجابوا عن الحديث بإنه علم اختيارك فكتبه عليك. الله سبحانه وتعالى مو عالم، بيعلم شو رح يصير يوم القيامة، وبيعلم مين في على الجنة مين في على النار، بس ما بيتدخل بحدا. انت اختار اللي بدك يا مشان يحاسبك بس ترجع لعنده. فليس مجبورا ولا اختيارا. فلذلك هلا مثلا لما بتختار شغلة انت، اعمالها لرب العالمين سبحانه وتعالى. انت لما جيت بدك تجي على الجامع، شلون مشيت؟ ما بعرف. شلون تحركوا رجليك؟ ما بعرف. طيب شلون رفعت رجلك اليمين وحطيت رجلك اليسار؟ اي نعم، كيف صارت معك الشغلة؟ ما بعرف. الله سبحانه وتعالى هو اللي حركنا. اذا الحركة لله سبحانه وتعالى، الفعل لله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. الاعمال الله سبحانه وتعالى اي نعم بيقوم فيها بالنسبة لك. انت شو لك؟ لك النية بس. انما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت إلك النية، أنت نويت تجي على الجامع، الله سبحانه وتعالى جابك على الجامع. نويت يا لطيف الله لا يقدر تروح على القهوة على الخمارة على أي شغلة، الله سبحانه وتعالى بيوصلك لهنيك. وبيحاسبك على إيش؟ على نيتك. لأنه ما أنت لا مشيت، ولا أنت اللي رحت، ولا أنت اللي جيت. الله سبحانه وتعالى هو خلق الفعل، والله خلقكم وما تعملون. وليس كلا يفعل اختياره. فطالما اعمالنا بالنسبه لنا اعمالنا مخلوقه، لكن ارادتنا موجوده. انت ردت هالامر هذا، انت فكرت بعقلك، لقيت بانك انك لازم تجي على الجامع، لازم تحضر مجلس علم، لازم تتفقه، لازم تتعلم العلوم الشرعيه، لانه صلاه بدون علم مو مقبوله. اي نعم، بدك تعلم شلون تزكي، بدك تعلم شلون تحج. هلا نعم افواجنا تبع الحج، نحن سبحان الله بتلاقي الافواج تروح على الحج، بيروح وبيرجع مو فهمان شيء. اي نعم، بيروح لهنيك على الحج، رغم انه بتلاقي احيانا بيكون معهم شيخ. ايه بس الشيخ يعني بتلاقي سبحان الله يعني مدلل حاله، مظبط اموره هنيك على 24، واعد الرجل مكيف، ما بيدخل بالناس نهائيا. كنا نشوف افواج كثير بالحج،
ما في مين يدلون، ما في مين يعلمون عن مناسك، ما في مين يدعيون، ما في مين يعطيهم دروس، ما في. نعم. فكانوا يلجأوا للأفواج اللي فيها علماء. النبي عرفات نحن كنا نركب إزاعة على بطارية سيارة، وكنا نعم نساوي أنا خطبة مثل خطبة الجمعة، ونصلي بالناس وندعي وكذا. نعم. الله يكرمك، الله يسلم الدنيا. بسم الله. فيجوا الناس من برا يقعدوا بخيمتنا، فشو تصير بالخيمة؟ خيمة تصير ما عاد تسع الناس، يعني مثلا احنا معنا خيمة تسع 200 زلمة، صار شيء 1000 زلمة فيها الخيمة. يضجوا الحجاج تبعنا، قالوا لي شيخ قلعهم. لك شلون بدي قلعهم؟ ما بصير قلعهم، ضيوف هذول يا شيخ، ضايقونا بالقعدة. لك يا اخي تحملها، بس هي عبين ما نصلي وعبين ما ندعي وعبين ما انه نخطب، وبعدين بيروحوا بحال سبيلهم، شوي ثاني بتفضل خيمة. إيه ما بدهم ياهون يعدوا، وانا ما فيني اقول لحدا شو بدك تقول للزلمه، الزلمه جاي يصلي عندك وجاي يسمع الخطبه وجاي كذا، قوم طالع برا، ما بتزبط. فلذلك اعمالنا نحن بالنسبه لنا اعمالنا اي نعم حركاتنا مخلوقه لرب العالمين سبحانه وتعالى، نحن قلنا النيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. شو نيتك انت؟ الله سبحانه وتعالى بحاسبك عن النيه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مهاجر أم قيس طلع من مكة على المدينة، إيه نعم، مشان أم قيس، امرأة بده يخطبها فهاجر مشانها، فسموه الصحابي مهاجر أم قيس، لأنه ما له ثواب بالهجرة. إيه نعم، هذول هاجروا إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم خاطبهم مهاجرين والأنصار، ففي مهاجرين في أنصار. اي نعم، ولا فتح بعد، اي نعم، لا جهاد بعد الفتح، بعد ما اي نعم فتح مكة بأثناء لا هجرة بعد الفتح، ما تم في هجرة لأنه صارت كل بلاد المسلمين، ولكن جهاد ونية. اي نعم، فهلأ نحن هلأ المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. هلا اذا كان انسان اي نعم ببعد عن الذنوب وعن المعاصي، واحد كاتب لي على التواصل الاجتماعي عم يقول لي شيخ اي نعم يعني الاشياء اللي عم تصير معه والحياه اللي عايشها اي نعم ما تطاق. خير يا عم، وليش ما تطاق الحياه اللي عايشها؟ بيقول لي لانه هو شاب اعزب عمره 28 سنه، بيقول لي بيطلع مثلا بعد العصر بده يجيب جرزه بقدونس، فبيلي كل شيء عبادة تعبدتها كلها راحت. اي نعم. طيب وهالبنات هي لمين لابسه هالاواعي؟ هل في زونات وهالشغلات وهالتنانير القصيرة والتسريحات الشعر والمكياج؟ لمين لابسينها يعني؟ ليش لابسينها اساسا؟ يعني هيك صار الزي اليوم؟ لا مو زي هذا. هذا اغواء واغراء. ومو الحق عليهم؟ حق اللي قاعد بالبيت وطالعهم بهالشكل هذا. اي نعم، فالشباب اللي برا يوم بشوفوا هالشوفات هي اي نعم شو بده يصير فيهم ساعتها؟ الحمد لله نحن ايام ما كنا شباب صغار ما كان في هالمناظر هي كلياتها، كنا نمشي بالشوارع تلاقي اي نعم النساء كلياتها مسترة، ما في حدا يطلع بحدا، مو انه ما كان في معاصي، في معاصي بس كانوا مخبايين. يعني إذا إنسان ما دور عليهم ما بيلاقيهم. إيه وما كنا ندور عليهم نحن وما لقيناهم. فلذلك اليوم تلاقي صار كله علنا، كله مكشوف على عينك يا تاجر. فبتلاقي كلياته صار إيه نعم النساء صارت إيه نعم سافرات حاسرات. إيه والشباب بتلاقي سبحان الله واحد بتلاقيه مميز شعراته، واحد بتلاقيه موقف شعراته هيك على حيله، حاطط لهم جيل كأنه حدا مرعبه. اي نعم تلاقي سبحان الله شلون مديل شعراته. اي والبناطرين هي المشعشعة اللي بيلبسوها الشباب والبنات. اي والاحوال هي اللي موجوده. نسأل الله السلامه، نسأل الله السلامه. ما في حل، بدكم تتجوزوا، حل تتجوزوا. اي نعم لازم يعملوا عنكم بحوايركم هنيك مطرح مالك ساكن
يعملوا نعم زواج جماعي، عرس جماعي لازم يسوون، ويجوزوا هالشباب كلياتهم. اي نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،